يصل آلاف اللاجئين الأوكرانيين إلى بولندا يومياً فراراً من الحرب الدائرة في بلادهم، وطوال رحلة الفرار يتنقل هؤلاء بدون أقنعة أو أي إجراءات احترازية من فيروس كورونا، الأمر الذي يزيد المخاوف من انتشار الفيروس. لم يكن فحص الأشخاص من فيروس كورونا على رأس أولوياتنا. في الغالب نعالج من يعانون من انخفاض حرارة الجسم، وخاصة الأطفال الصغار والحالات العاجلة الأخرى التي تحتاج إلى عناية. وفي خضم هذه الأزمة، أعربت منظمة الصحة العالمية عن مخاوفها من تداعيات الصراع على الصحة العامة في أوكرانيا، بما في ذلك انتشار فيروس كورونا. شعرت بأن المخاوف بشأن الفيروس قد طغى عليها الصراع. وبعد اندلاع المعارك في أوكرانيا، اعتبر البعض أن هذه الحرب باتت مشكلة عالمية أشد إيذاء للإنسانية من تفشي وباء كورونا. في رأيي كورونا مرض حقيقي، لكن بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا توارت قضية الفيروس، لأن الحرب أصبحت مشكلة عالمية أكبر وأسوأ للبشرية. وبسبب الحرب فر أكثر من 2.5 مليون شخص من ديارهم في أوكرانيا التي كانت أصلا قبل اندلاع المعارك ذات معدل ضعيف في التطعيم ضد فيروس كورونا، بينما كانت النسب فيها عالية من حيث حالات الإصابة والوفاة جراء الفيروس.